نروح لدكتور أشرف صبحي. دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الحقيقة النهاردة عبر عن سعادته الشديدة بعودة الحياة الكروية مرة تانية في مصر. بداية طبعا النشاط هيستأنف من بكرة، بداية من بكرة هتنطلق بطولة الدوري مرة تانية بعد التجميد لفترة طبعا طويلة 4 شهور أو أكثر من 4 شهور بسبب فيروس كورونا. وزير الرياضة في تصريحات إعلامية لي قالها صباحا اليوم أنه يعني في غاية السعادة بسبب عودة نشاط رياضي في مصر بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص اللي بتعتبر ترمومتر بيعبر عن مدى استقرار المجتمعات، وقال أنه إحنا دورنا وخدنا كل الآراء وقررنا بشجاعة وطنية تحسب لكل المؤسسات الرياضية أن إحنا نستكمل المنافسات في مختلف الألعاب. واتكلم كمان عن مد عمل اللجنة الخماسية وقال أنه الصالح العام هو اللي بيحركنا وأنه في التزام دايماً بالقانون. كورونا يمكن تكون عطلت بعض الخطط ولكن كان في استجابة كبيرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا وإحنا بنشكره على ده، ونتواصل بشكل دائم مع اللجنة الأولمبية وبيحكمنا في النهاية القانون المصري بكل مفرداته. دكتور أشرف قال كمان أنه اللجنة الخماسية عليها أنها تفكر في الخطوات اللي جاية وعليها أنها تحدد، ويمكن إحنا الكلام ده اتكلمنا فيه لأن إحنا تناولنا موضوع اللجنة الخماسية دي بداية من آخر يوم في فترة عملها قبل التجديد ليها طبعا. وطالب دكتور أشرف صبحي أنه يبقى في تحديد لخريطة طريق وفيما يتعلق بالجمعية العمومية وقوامها واللائحة اللي بيتم دراستها ما بين اللجنة الخماسية وما بين الفيفا عشان يبتدي طرحها في الجمعية العمومية عشان يتم الموافقة عليها. وقال كمان أن نحن نترقب الأمر بشكل يتلائم مع الصالح العام المصري وكل الظروف يعني محتملة بالتوافق مع الاتحاد الدولي اللي وقف مع مصر الحقيقة في مراحلها الانتقالية الصعبة، ونحن نحترم كل من يحترم مصر. وفيما يتعلق بقى حضراتكم عارفين أنه مصر بتستعد لاستضافة مونديال اليد 2021، قال كمان أنه هم حددوا يوم 5 سبتمبر اللي جاي عشان يكون موعد هيتم فيه إجراء القرعة الخاصة بمونديال اليد، وقال أنه تم الانتهاء من إنجاز نسبة 98% من صالة العاصمة الإدارية اللي بتحتوي على 34,000 كرسي، وهيكون جاهز إن شاء الله عشان يستقبل منافسات كأس العالم في مصر، ويكون بعد كده الحقيقة واحدة من الحقيقة الإضافات الكبيرة جدا اللي بتضيف لرصيد المنشآت الرياضية في مصر. الحقيقة استضاف مصر لمونديال اليد خطوة مهمة جدا. أول مرة يا أحمد هيكون مونديال اليد بيتلعب ب 32 فريق بدل من 24 فريق، أول مرة من 2015 هيكون خارج أوروبا، خطوة مهمة لمصر إن هي تستضيف مونديال زي ده، وإحنا قادرين إن إحنا ننظم بطولة زي دي، بطولة أنت بتلعب مع دنمارك حامل اللقب، فرنسا اللي معاها أكبر عدد من الألقاب في البطولة دي، كنا خدنا المركز الثامن تقريبا في 2019. أنا بس آخر بطولة يد يا سارة بفتكر إحنا مصر أبطال عالم ناشئين يعني الحقيقة بالضبط. الشباب المصري فرحنا وقدم مستوى مبهر، فبطولة على أرضنا وكرة اليد دايما المصريين عاملة زي الأهلي كده، لما تخشي بطولة عينك دايما على انك انت تلعبي او توصلي فاينل. ونظمنا بطولة اليد في افريقيا 2016 كانت تنظيم عالمي الحقيقة، يعني ان شاء الله هنشوف حاجة مبهرة على ارض مصر باذن الله. املنا كبير في المنتخب المصري ان شاء الله فيما يتعلق ببطولة اليد اللي هتستضيفها ولا هتلعبها او هتلعب على ارض مصر. في إطار الحديث عن مونديال اليد، وزارة الرياضة هتطلق خدمة إلكترونية ب4 لغات قبل كأس العالم لكرة اليد. دكتور أشرف صبحي وافق على تطوير منظومة البوابة الإلكترونية للوزارة، بوابة مصر للشباب والرياضة، عشان تنطلق رسميا ب4 لغات، هي العربية، الإنجليزية، الفرنسية، السواحلية، وده استعدادا طبعا لكأس العالم لكرة اليد اللي هتستضيفها مصر يناير اللي جاي. وزير الرياضة كمان قال في بيان رسمي النهاردة ان البوابة الإلكترونية منظومة إعلامية متكاملة، موقع إخباري، إذاعة على الإنترنت، قناة على اليوتيوب، صفحات للفيسبوك وتويتر وإنستجرام، يعني ده بيخدم شباب مصر في الداخل والخارج، وبتكون كمان جسر للتواصل بين شباب مصر والعالم اكيد. كمان قال ان هو بيعمل على تقديم خدمه جديده لبطوله كاس العالم لكره اليد، واللي هتقام طبعا في مصر زي ما قلنا وتتحدث باللغات الاربعه عشان تكون معبره عما يحدث طبعا في ملاعب البطوله، وتقدم خدمه للجماهير في كل مكان. كمان قال ان الدوله المصريه بتعمل على انجاح البطوله دي بكل جوانبها، والاعلام هو الوسيله الاقرب لتجسيد
اللي بيحصل من نجاحات على أرض الواقع، وعشان كده بتقدم خدمات متعددة لضيوف المونديال قبل وأثناء وبعد كمان البطولة، بالإضافة اللي بتقدمه الدولة من خدمات عشان تعكس مكان ومكانة مصر عالميا.